تعالوا بقى نقوم نتنشط شوية على الصبح كده، شوية رياضة خفيفة مش هياخدوا منكم أي وقت، لكن رياضة كده على الصبح أكيد بتأثر على باقي اليوم. خلونا نروح على طول لفرح نشوف محضرة لنا إيه النهاردة. صباح الفل والنشاط، صباح كل حاجة حلوة على صباح البلد. جه ميعادنا مع الفقرة الرياضية، النهاردة هنلعب بالكور زي ما أنتم شايفين. صباح الفل يا كوتش. صباح الفل يا فرح. أنا مبسوطة والله. أنت بتعمل إيه بقى؟ أنا بصراحة بحب دي قوي، عندي في البيت كده بقعد ألعب بيها كده، فبحب أورب بيها جدا. زي باسكت بول بس أكبر شوية. أيوة أكبر شوية. صغيرين أكبر شوية، صغيرة جدا. صباح الفل عليكم. احنا النهارده هنتمرن بحاجه مختلفه شويه، يمكن في بعض الناس عارفينها وبعض الناس مش عارفينها. هي بتدعى سعرها قليل قوي في اي مكان، نقدر نغير بيها اسلوب تماريننا، اسمها السويس بول او الاستابيليتي بول. كوره لطيفه جدا نقدر نتمرن عليها شويه حاجات وتبعدنا عن اصابات، وفي نفس الوقت هي مسليه جدا وكيوت والله، يعني حاجه يعني ما تغيير. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. ايه بص، جايبين الوان برضو الفرح عشان هي بتحب عشان تبقى لايقه الوان. النهارده هنعمل شويه تمارين بيها، يعني ان شاء الله تعجبكم. هنعمل اول تمرين ده هيعمل الفول بادي. اوكي هنتمرن، هعمل حاجه تمرين للقطنيه وفي نفس الوقت للليجز وللابر بادي في نفس الوقت. جميل. هنزل همسك الكوره من هنا. طبعا 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 يعني اللي مش هيجيب الكوره دي يقدر يستخدم حاجات ثانيه بدلها كتيره، يعني يقدر ياخد اي وزن بسيط. واي تمرين هنعمله بالاوزان تقدروا تستخدموا ازايز الميه، بس تكون قد بعض، يعني لو كيلو ونص كيلو ونص، الزازه الكبيره دي تقريبا كيلو ونص. حلو. همسك من النص هنا، بطني مجهوده قوي. ثانية ركبتي مش تانيين؟ ركبتي لا، ركبتي متنية مظبوط، ركبتي متنية ثانية بسيطة هنا. تمام. وبعدين هطلع لحد فوق وإيدي بالراحة لحد فوق. ومفروضة إيدي مفروضة. وأرجع تاني ألمس الأرض. 2 إيدي مفروضة مش كده؟ 3 إيدي مفروضة قوي. 4 بلس 1 5. تمرين سهل نقدر نعمله الصبح، بيبعدنا عن اي اصابات، في نفس الوقت يشغل ماسل جروبس كتيره. التمرين الثاني هنتمرن عضله بتاعت عضلات الصدر او الشست، بس هنمسك اي وزن زي ما قلنا. انا اخترت الفرح عشان يبقى رايق طبعا. الالوان اهم حاجه في الحياه، وانا برضه على فكره اخترت لنفسي لما نفسنت برضه اخترت الوان نفس الواني. يعني صح اهو. هنام على الكورة، بطني هتبقى مشدودة، وسطي فوق على قد ما اقدر. كل ما البالانس عندي هيبقى صعب، كل ما انا مخي بيتعلم وجسمي بيتعلم ان هو يزود الاتزان عنده، ممكن اوسع رجلي عن بعض شوية علشان احافظ على البالانس اكتر. اهم حاجة ان انا راسي ما توقعش لورا، راسي هتفضل زي ما هي لفوق لقدام لقدام. وبعدين هبدأ ازق. انا بفرد كوعي، انا كنت عاملاها كده. لا المفروض افرد كوعي كده. 90 درجه. أوكي. الستارت بتاعي 90 درجه هنا. أوكي. يا رب فرح ما توقعش. ادي 1 ادي ان شاء الله. لا 3 4 بطني مشدوده قوي، بفضي النفس وانا بزق. اند 5. التمرين اللي بعده هيبقى الحمد لله. الحمد لله عدت بالسلامه. التمرين اللي بعده تمرين لعضلات الكتف. عضلات الكتف وقف خالص. لا تمام. عضلات الكتف هنمسك برضو ازازتين او وزنين. اوكي. هشد بطني قوي، هاخد مسافه ما بين رجليا، وابدا اشتغل من ال 90 درجه من هنا. صح كده؟ من هنا. شويه. وايديا دي تبقى 90 درجه برضو. اوكي. ايوه. وكوعي يبقى قدام شويه. ثانك يو. يلا بينا. 1 2 بفرد ايدي للاخر ولا أيوة. قبل 4 5 3 كمان 2 كمان. وطبعا ده بقى زي ميه زي ما قلت، مش لازم يعني كمان. دمبلز ولا حديد كمان. انا وانا برفع ايدي بطلع النفس لا ما هو كده. طيب شكرا. كده مش كده، ما اتفقناش على كده يا كوتش. هتريحي. عندنا دلوقتي تمرين ثاني، هنعمل تمرين للابس. من الحاجات المهمه جدا عندنا ان احنا نمرن عضلات الكور او الابس ورك اوت. عندنا التمرين دوت هنستخدم فيه الكوره، هيبقى لطيف برضه تقدروا تلعبوه مع اولادكم او تعملوه بالظبط. التمارين دي لذيذه ان هي ممكن مع الفخذ. انت ظهرك رجلك هنا وانا رجلي هنا. همسك الكورة برجلي وهنام خالص بالشكل ده.
بعدين هبدا اطلع لحد فوق، ايديا هتمسك الكوره ترجع تاني. طبعا لازم انا ليا يعني سوابق مع الكوره دي. فرح كل مره تلعب بالكوره لازم تقع، مع ان هي من اكتر الناس اللي يعني البنات اللي شاطرين في لعب الكوره بصراحه شفتهم. مش عارفه ليه الكوره دي مستصداني يا كوتش. هو مش عارفه انا بعمل صح ولا بعمل غلط. حاولي تفردي رجلك اكتر يا فرح، كملي زي ما انت. حاولي تفردي رجلك اكتر، بس حاولي تقفلي برجليكي هنا يعني من بره، من بره الكوره، من بره الكوره. هنا وهنا ده بيشغل عضلات برضو الضمه بتاعت الرجلين، وبتعمل لك شويه تمارين. احنا عندنا من مجموعه من التمارين بالكوره كبيره جدا جدا، دي واحده من التمارين او دي بعض التمارين الاساسيه اللي هتساعدنا ان احنا نستخدم اي ادوات تخلي التمرين طبعا احنا ممتع شويه. انت هتكمل معايا عشان افضل انا النهارده اليوم طويل، هتعلم انا تمرين. اتمرن اتعلم اتمرن بالكوره دي، اتمرن لحد ما اتمرن عليها من غير ما تقع. يعني هي طبعا لو جبناها كرة قدم بتقعد تتمرن بيها ثلاث ساعات عادي، احنا بيبقى شكلنا وحش قدامها بصراحة، بس هي احنا شاطرين في دي بس. شكرا يا كوتش. صباح الفل. صباح الفل عليك.